D1FM 91.2. سلط المهملات هو مصير كامل التقارير. التقارير ثم التقارير الحكام الغير دوليين يخطئوا ولا ما يخطئوش على هوا لجنة التعيينات ووديع الجريد تلقى معين مالجري لا موفيز نوت. المراقبين تتعاقب على خاطر اعطى تقرير سلبي في حكم معين ويجمد المراقب والحكم يعين من جديد. وثم الصنف الثاني هو الحكام الدوليين يمشيوا رقابة سرية وتقارير سرية سنة كاملة من التقارير، والتقارير هذه تمشي لسلك مهملات. خروجي من القائمة الدولية مثلا بالقانون لازم تكون يا السابع يا السادس لم يقوموا بالترتيب العام للحكام الدوليين. وبعد المصادر الخاصة عرفت هو الترتيبي رقم 2 بعد يوسف الصرايري، ولم يتم اعتماد الترتيب. علاش؟ خاطر إذا يعتمدوا الترتيب محمد بن حسن ما يخرج من القائمة الدولية وما يحبوا يخرجوا، دونك ما يعتمدوش الترتيب. دونك سنة كاملة والمراقبين السريين والمراقبين والمتفقدين يمشيوا يراقبوا الحكام بمقابل مادي، وكامل التقارير مصيرها سلك المهملات. معناتها كان تشوف لو كو توتال تاع التقارير تاع الحكام الغير دوليين والحكام الدوليين تلقاها مئات الالاف من الدنانير كلها، معناتها فلوس المجموعه الوطنيه مصيرها الضياع. مئات الالاف من الدنانير معناتها مئات الملايين تحكي. نعم، دونك مصيرها الضياع، معناتها ذره مدى العيون. كوم كوا نحن نعملوا المراقبه عندنا حكام يمشيوا يراقبوهم دي كوميسير دو ماتش ومتفقدين دي انسبكتور، لكن لو ريزولتا سي زيرو، ما فما حتى شيء.